بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة يطيب لي أن أتقدم إلى الأشقاء في إثيوبيا أصالة عن نفسي ونيابة عن دولة فلسطين وشعبها بأحر التهاني والتبريكات، متمنيا للأشقاء في إثيوبيا سنة سعيدة ملؤها النماء والرخاء والازدهار، وكل عام وأنتم بألف خير. ملكم أديس أمت. Congratulations. Happy Ethiopian New Year. Malcolm Addis Ahmed. Mr. Shamsu, Happy Ethiopian New Year. Malcolm Addis Ahmed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. في هذه المناسبة سنة 2016 نهني مشاهديكم في كل مكان، مشاهدين والتا، بالسنة الإثيوبية الجديدة، ونتمنى لوالتا مزيد من التقدم، وخاصة في ظل مدير تنفيذ جديد الأخ الزميل محمد حسن، ونحن نتوقع مستقبل واعد لوالتا التي بدأت تقدم يعني مبادرات وبرامج جديدة غير مسبوقة لمشاهديها والمشاهدين الإثيوبيين بصورة عامة يعني.